ما الذي يجعل المرأة تستغني عن تاج رأسها، عن شعرها؟ هل بسبب التضامن مع قضية ما مثلاً كدعم مرضى السرطان؟ أم بسبب حالة مرضية تجبرها على قص شعرها؟ أم مقابل تحد في أحد الترندات التيك توك؟ هذه المرة قامت الإعلامية المصرية سما شريف، وهي ابنة الفنان المصري الشهير شريف منير. ماذا فعلت؟ قامت بقص شعرها بواسطة ماكينة حلاقة رجالية، وثقت ذلك بمقطع فيديو نشرته على حسابها في انستغرام بعد اتخاذها قرارا جريئا حاسما أثار اهتمام متابعيها. أثارت الجدل أيضا بعد قص شعرها بسبب تصوير ذلك المقطع، مبررة فعلتها بأسباب مرضية أدت إلى تساقط شعرها وضعفه، مضيفة أنها ترددت كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار الصعب. يلا برافو. كمان كمل، خذي راحتك خذي راحتك، ريحي اعصابك فيها. ايه كملي. لا ده جنان، انا يغمى عليا. كل ما تشيلي كل ما ترتاحي نفسيا والله. برافو حلوة شيء. الجنان ده. رميت كل حاجة ورا ظهري واشعر بالراحة والقوة، هكذا علقت أسماء شريف منير على قرار قص شعرها والاستغناء عنه بشكل كامل. طبعا لم يأتي القرار بسهولة، ولكن الفيديو أثار جدلاً، أثار انتقاداً بسبب تصوير كل تفاصيل الحياة الشخصية الخاصة الكلوز، وكذلك تصوير القرارات الجريئة ونشرها أمام الجماهير والمتابعين وإدخالهم في أمور ليست لهم فيها لا ناقة ولا جمل. هذه الأمور ليست من شأن المتابع. هذا أثار الكثير من اللغط والتعليقات وردود الأفعال والانتقادات وأيضاً التشجيع. الآراء مختلفة متقاطعة، لكن في النهاية هناك آراء. سنذهب إلى التعليق الأول من أيون. ماذا قالت أيون لأسماء التي قصت شعرها بهذه الطريقة؟ تقول: الناس بتقولها فخورين بيكي علشان حلقت شعرها، علشان شوية تقصف وصبغة بهدلوهم. على الغلابة والمرضى بجد، والله يعيني على قراءة التعليقات باللهجة المصرية. والمصور مصري هنا يجلس خلف الكاميرا ويدقق ويشاهد كيف سأقرأ التعليقات باللهجة المصرية. تمام عبد الله؟ عبد الله المصري، انتبه كيف أقرأ التعليقات باللهجة المصرية وسجل الملاحظات لديك. أنا بنتي مريضة سرطان وللأسف شعرها بيقع تاني بعد ما طلع، وأنا بجد نفسي أخذ الخطوة اللي انت عملتيها دي وحاخدها فعلا بعد الفيديو ده علشان تبقى هي أقوى وما تفضلش تسأل على شعرها. تمام؟ تمام. هنا تعليق آخر من إسراء رمضان تقول: لو أقول لك الفكرة دي بتيجي في بالي كم مرة في اليوم مش هتصدقيني، مش عشان شعري بايظ بس لفكرة التحرر وإني أبدأ من جديد. أنت قوية قوي. Love you soon. تعليق آخر أيضاً من MKH: ويا ترى ده هيكون له تأثير على هبوط كبسولة الفضاء الهندية على القمر؟ أنا الآن ناس بتنزل على القمر وناس بتخترع طاقة، وإحنا أخبارنا أهم فيها بنت مخبولة بتحلق زيرو. فعلا صحافة تدعو إلى الفخر. تعليق من رحاب تقول: هيطول تاني ولا تالت بس قرار صعب جدا، إحساس وحش قوي، كنت عالجتيه بأي طريقة بس مش بطريقة دي، بصراحة أنت جريئة وبطلة. نذهب الآن إلى تعليق العراقي. ماذا يقول العراقي باللهجة العراقية؟ هسه ما افتهمناش بيهن المصريات ويا شعرهن. الخاطر الله، مرة طالبة تقص شعرها لأنها جاوبت بالامتحان، ومرة وحدة تقص شعرها لأن الثانوية العامة صعبة، وهسه أسماء شريف قصت شعرها لأن بي مشكلة، أروح أقص شعري أحسن لي.